احنا اليوم في مستشفى ثابت الحكومي، بنستضيف وفد من تشيلي تخصص اسنان، رايحين نبدا يوم الاثنين ورايحين ننهي يوم الاحد للحالات اللي عندهم اعاقات وحالات الشف الارنبيه ونقص وسقف الحلق، وكمان لحالات التوحد، لحالات نقص الاكسجين، للحالات من ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا احنا اول يوم نعمل فحص لجميع الحالات، ما يقارب 85 حالة اليوم رايحين يشوفوا الوفد تشيلي كمان، ورايحين يتجدولوا على العمليات. طبعا احنا نسقنا كمان مع نقابة أطباء الأسنان في محافظة طول كرم مشكورين، حضروا أطباء أسنان من قبل نقابة الأسنان، وعلى أساس أنهم هم يساعدوا الأطباء التشيلي، ورايحين يكونوا في المعاينة وراح يكونوا يشاركوهم في العملية. We treat children with special conditions. بيجوا هون علشان يعالجوا الأطفال اللي حالات خاصة ما بينفع يتعالجوا في الكرسي الأسنان العادي، بكون عندهم مشاكل صعوبات، ونظام الصحي عندنا ما بيغطي هاي الحالات، فهم بيجوا علشان يساعدونا، يساعدوا الشعب. We try to treat as many cases as we can. So that's why we keep coming every year.